اسمع يا ابو كيسي، علقني واحد عم يجير عربيه قدامه، عربيه وصار يحوح ولي يحوح ولي مثل الدبور على عنقود العنب، وهذا التنكاتي عماي وهذا التنكاتي عمي. بصراحه انا خفت اعطيه مش مشان الاجره، بس الواحد احنا بيتوخبش شويه ابو كيسي. معك حق. المهم شو جايبنا اليوم؟ الله وكيلك، التنكتين سمن عربي على كيف كيفك. أكيد على كيفي. ولو يا أبو قاسم، أنت بالذات بتعرف بضاعتنا. طبعا طبعا. ولو شبك صدقت فورا عم بمزح معك فالح. يا عرفان هات شوية سمنة من التنكة هات. تفضل عليك. هات لشوف لك ابني. الله ريحتهم مثل البخور. إيه لكن يا ابو قاسم لكن. تعرف لك عفالي، جاي على بالي اعملي سندويشة سمنة وسكر وافطر عليه اليوم. صحة وانا ان شاء الله. لك قل يا عفالي، ما وصيتك على قريشة؟ شو عم تنسانك كتير عفالي؟ ان شاء الله المشوار الجاي بجيب لك ياها مع القشطة يلي وصيتني عليها. يا عفالي كم رطل دول التنكات؟ 6 رطل. احسبن انتو ناولني حقن وصلى الله وبارك، وكل شيء من يدك بركة يا ابو قيسي. ايه سيدي، انت الك عندي حساب قديم، اعطيك حسابك كله ولا اعطيك بس حساب هدول؟ والله يعني اذا بتعطيني حسابي كله بكون ممنونك، لانه لازمني غراض كثير قبل ما اطلع على الضيعة. بتعرف الدنيا يعني جاي على شتي ورمضان ولازمني اشياء كثيرة. ايه تكرم عينك ولا يهمك. شرف رفالي، هاي ذهبي. بسم الله. وهي تنتين. إيه؟ وهي ثلاثة. إيه؟ وهي أربعة. إيه؟ وهي خمسة. وبهيك بنكون خالصين مالصين، مزبوط ولا لا؟ مزبوط، بس يا ريت تعملن ستة. لا تكون طماع رفالي، أنت حقك أقل من هيك، أنا جبرت لك ياهن الخمس ذهبات، لأنه جاي الدنيا على رمضان، إن شاء الله تخرجهم بالهنا. الله يجبر خاطرك ويعافيك ويهنيك يا أبو قيسي. لك وين الشاي لك عرفان؟ شفتوا قديش قبض مصاري من الزلمة؟ ايه شفتوا. عمى 5 ليرات ذهبيات عدا ونقدا. شو رايك بهالصيدة؟ صيدة مرتبة ولا من قريبه؟ لا شو من قريبه، مرتبة مرتبة. بس تعرف خلينا ندق فيه على الحارة قبل ما يفلت منا ويضيع بهالعجة. لك طول بالك شوي، شبك شطط ريالتك بهالسرعة. كان فات اشتري له شوية اغراض. قلنا لك خلينا ندق فيه على بكير، ما خليتنا. هلا بيتصرف بالمصاري اللي معه ونضل احنا على فضلي. انا اللي ما خليتك ولا هو اللي ما خلانا نلحق نعطوس؟ دغري فات على المحل بدون حاضر ولا دستور. والعمل هلا؟ خلينا استنى شوي شريف. قلي شو سجل لك كمان ابو فالح؟ سجلت لي بزار يا ترى؟ بكى سجلت لك كيس فول وكيسين بازاليا. ايه؟ وبدارج باذنجان. حلو كثير. اصبح سجل لي كمان تنكة طحينة وتنكة حلاوة. ما بدك زيت؟ بدي. في عندي زيتات وزراف كثير شغل. ايه؟ عفرينها. ايه اصبح سجل لي تنكة زيت مش راح تخرب الدنيا. صارت وصارت، حاكمها الشتوية باينتها قاسية والمونة لازم تكون كافية. ما بدك دبس؟ الله يسامحك يا ابو حسن، قل الدبس عنا بالضيعة يعني. قال يا بايع المي بحارة السقايين. معك. طيب عسل، عندي عسلات زراف كتير كتير. مش نقصنا غير ناكل عسل. هذا الناخس والله بلاها هالعادي يا عمي، خلينا على الدبس والكشت بيكون أفضل. طيب صابون غار، في عندي صابون غار كتير ظريف. ما فيش مانع، سجل لي كيس كبير. ايه على عيني. وهي سجلت لك كيس غار، بدك شي غيره؟ شف لي بالاول الله يرضى عليك، قديش صار الحساب يعني؟ يا سيدي
صار حسابك لحد هلا أربع ذهبات بالتمام والكمال، أي بعد المراعاة. ولا تنسى أنه أنا دافع لك حق الفرش واللحف والحرامات لأبو زكي. صحيح صحيح، يكثر خيرك، هلق بمرق بأخذهم من عنده. أصبح بكفي هيك، لأنه بصريحة ما معيش غير خمس ليرات ذهب، وبدي خلي ليرة ذهب لغدر الزمان يعني يا أبو حسن. أنت عيني، هذا الكلام صحيح مو غلط أبدا. عجبك هيك؟ هي صرف أربع ليرات ذهب وما ضل معه إلا ليرة واحدة بس. لك يخرب بيته شو مبحتير، حدا بيصرف أربع ليرات ذهب بربع ساعة؟ ولك مانك شايفه أخذ بونة البيت كلها؟ طيب والعمل؟ العمل لازم نسرق له هالليرة البقيانة، حظنا ونصيبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل خيي. هاي ليرة؟ هاي ثنتين؟ هاي ثلاثة؟ هاي أربعة؟ إن شاء الله معوضين أضعاف مضاعفة. علينا وعليك إن شاء الله. أبو فالح، ما بدي وصيك، دير بالك عليها منيحة. شو هذه اللي بدي دير بالي عليها؟ هاي ليرة الذهب اللي بإيدك. ليش بقى؟ ما فهمتش عليك. السوق هون مليان نشالين ومحتالين، وكل نشال ألعن من التاني، يعني مستعدين يسرقوا الكحل من العين من غير ما حدا يحس ويدرى. شو هالحكي؟ مثل ما عم قلك، بأخذ احتياطك وحذرك منيح. والله منيح اللي نبهتني يا أبو حسين، جزاك الله كل خير. بس وين بدي خبيها يعني؟ أدبر حالك، والله ما بعرف. أحسن إشي رح حطه بهثمي، وأكيد النشالين مش رح يقدروا يفتحوا هثمي ويسحبوا الليرة منه. برافو عليك، هذا أحسن حل، بس دير بالك تبلعها. ما تخافش علي، مش رح ابلعها. بعدين حتى لو بلعتها بتظل بالحفظ والصاون من هون لأوصل للضيعة، لأنه الذهب مش نزل لي على معدي. أبي ينهضمش معايا. ولا شو قولك؟ ما شاء الله عنك، كل مشكلة وإلها حل عندك. لك العمى بقلبه بده يحط الليرة بتمه. عجبك على المقلب اللي أكلناه؟ ومين قالك إنه أكلنا مقلب؟ ليكو التاني ليكو. لك شلون يعني ما أكلنا مقلب؟ شلون هلأ بدنا نسحب الليرة الذهب نتبه لهالأجداب؟ أنت ما عليك، ترك هالشغلة علي. يعني ممكن ننشل الليرة من تمه؟ وإذا بدك مننشل لسانه كمان. وينك؟ أنت استناني هون شوي، أنا راغيب شوي وأرجع. بس اوعك يغيب عنك والله لحظه. لك دقيقه وين رايح؟ يعني فهمني شو بدنا نعمل بالاول. انت شو بدك بهالقصه؟ استناني هون ولا تحرك. مؤاخذه يا عم، بدك تواخذنا. لحظه. يا حبيبي، وعم تعمل حالك ما عندك خبر؟ حبيبي انا كان معي خمس ليرات وقعوا مني على الارض، وهدول اربعه شوفت عينها. هلا انت اجلب ولا عم تجلب علي؟ عم بقول لك كانوا خمس ليرات وهدول اربع ليرات، اطلع بالليره الخمسه وقام يلا. اخي دور على الليره الخمسه منيح بركي بتلاقيها. لك يا عمي شوفت عينك ما في شيء. ها يا جماعه، انا راح احكي مع العلم إنه الصراحة في بعض الأحيان بتأذي. أنا شفته لهالزلمة الواقف قدامكن هاد، شفته بعيوني هدول اللي رح ياكلون الدود، وهو عم يستناول ليرة ذهب من المصاري اللي وقعوا من هالزلمة هاد، ودحش بسرعة بيتمه. ها شفتوا شلون يا شباب؟ لك الله بعت لي شاهد من غامض علمه. الله كبير يا شباب كبير، الله سبحانه وتعالى بعت لي هالزلمة هاد لحتى يكشف هالحرامي هاد وينصفني منه. لك يا جماعة يا جماعة، انتوا فتشوا وشوفوا بعينكم وبعدين بتحكموا. صلى الله بارك. ها ها اكمشوا شباب، اكمشوا احسن ما يهرب. انا بعرف هاي النوعية بيهرب بسرعة. اكمشوا، افتحنا كلمة افتحنا كلمة. لك فشلن يعف فشلن يعف فش. لقيتها، هاي هي الليرة الذهب يا شباب. كان هالحرامي حاطة بتمه، ولو قدر يبلعها كان بلعها، بس نشف ريقه من الرعبة. شرف ابو الشباب، هاي ليرتها. لك ربي يسلم هاليدين. شفتوا يا جماعة انه مال حلال ما بدي عند رب العالمين؟ طب شو بدك يا عم؟ يا حرامي، يا ندل يلي ما بتخاف الله. اجروا شباب اجروا.
طلع حرامي منيح اللي ما حملنا له الحمل، كنا طلعنا شركاء بالجريمة. شو لازمك عرباية مشان ننتعك ولا مو لازمك؟ يا سيدي بالفعل ببصم لك بالعشرة، يعني هالخطة ما بتخطر على بال إبليس. إيه لكان لحتى تعرف، أصلاً أنا لازم أفتح مدرسة وأعلم فيها فنون النشل. فكرك ما بيجيني زباين؟ بيطلع لك يا عمي بيطلع لك. بس ما قلت لي منين جبت هالأربع ذهبات اللي وقعتهم بالأرض؟ من عندي من البيت. بقى شفت هالأربع ذهبات شلون صاروا خمسة مع الميتي؟ لك عفارم عليك. لك أوف أهدك يا حول رب. لك شو ضربك العمو ولا فانا بواصل؟ لا إله إلا الله. لحظة 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 لحظة. شوفي يا أهل المروة، يا أهل الخير، يا أهل النخوة، أنا كان معي 10 ليرات ذهب قبل ما أضرب به الزلمة هذا، وقعوا مني 10 ليرات على الأرض وما لقيت غير 5 ليرات. إيه وأنا شو دخلني؟ بدكم الصراحة يا جماعة، أنا شفته للرجال هذا وعم بحط 5 ليرات بجيب شرواله. الله أكبر، الله أكبر على كيف ينضغط جبر، ظهر الحق قبل لمح البصر، طلع من 5 ليرات أوامرك على طول. لا طولوا بالكم يا جماعة، أنا 5 ليرات هاي شكوني يا شباب. شكوني يا جماعة منو هاي؟ بس بلاد حلق 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 هدول هني الدهبات يا جماعة. شكوهم أخي ما